هلا مشاهدينا، نتابع أهم أنباء المال والأعمال، نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. دعم المواد البترولية إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 بنسبة 290% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. اعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولارا في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 ارتفاعا من 75 دولارا للبرميل قبل عام بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. استقبلت موانئ المنطقة الشمالية شرق وغرب بورسعيد والعريش 240 سفينة متنوعة خلال يناير الماضي بإجمالية حمولات تصل إلى 4,351,000 طن. وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدامها، ومن ثم تعظيم إيرادات الدولة من الموانئ وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانيها. في سوق المال، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات في أولى جلسات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1,093,000,000,000 جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1,900,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.23% يبلغ نحو 17,213 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.61% ليبلغ مستوى 3,019 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.43% إلى قيمته ليبلغ مستوى 4,500 نقطة. في منطقة الخليج، أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة على تباين وسط استقرار أسعار النفط في آخر تداولاته العالمية للأسبوع الماضي. تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1% ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.7% منهيا 3 جلسات متتالية من الخسائر بعد أن تلقى دعما من صعود أسهمه المالية. قال تجمع الصناعات الجوية والفضائية الفرنسية إن 400 شركة في القطاع تخطط لاستحداث أكثر من 15,000 وظيفة في فرنسا في عام 2023 مدفوعة باستئناف الحركة الجوية بعد وباء كورونا. أعلنت مجموعة إيرباص أنها تتوقع تضيف 3,500 شخص في فرنسا هذا العام، أكثر من نصفهم من خلال إحداث وظائف جديدة من أصل 13,000 تنوي توظيفهم في العالم. وتريد المجموعة بذلك تلبية الاحتياجات في الارتفاع في إنتاج طائراتها، إذ إن لديها طلبيات تتعلق ب7,000 طائرة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.